شيخ محمد خضير المنسق العام للقبائل المصريه، المجلس القومي للقبائل المصريه بقطاع السويس. بقطاع السويس. طب وشكرا لي في العمل. اهلا وسهلا بحضرتك. ايه علاقه حضرتك بالقبائل البدويه في شمال سيناء؟ القبائل البدويه في شمال وجنوب سيناء هم جزء من المجلس القومي للقبائل ومشايخهم وعواقلهم داخل المجلس القومي للقبائل اللي احنا بنجتمع وبننسق على مستوى جمهوريه مصر العربيه للقبائل. تمام. المشاكل المتواجده في قطاع كل قبيله. طيب احنا مشكلتنا دلوقتي في مصر تحديدا مكانها شمال سيناء، وقبائل شمال سيناء معنيين بهذه المشاكل بالدرجه الاولى. سؤال لحضرتك، ترد على اللي بيتهموا القبائل البدويه في شمال سيناء بالتواطؤ مع الارهاب تقول لهم ايه؟ اقول الكلام ده مغلوط. ان كان في زمره خارجه فده طبيعي، لان احنا كمجتمع عندنا الصالح وعندنا الطالح. ويمكن احنا بنقول تاني الاشخاص اللي هم مجنيين، اللي احنا بنسميهم مجنيين، اللي صادر عليهم احكام غيابيه ومشردين، احنا طالبنا الجهات المسؤوله باسقاط هذه الاحكام حتى نعيد هؤلاء الاشخاص الى العمل الاجتماعي السليم والبعد عن البؤر الارهابيه، لان طبعا ده مشرد فما عندوش مصدر، فسهل جدا ان اي حد يستخدمه. تمام. طيب الوضع الامني في شمال سيناء مضطرب للغايه وسيء جدا. تمام. انتوا كقبائل بدويه موجوده على الارض في شمال سيناء بتعملوا ايه في القصه دي؟ هل انتوا مجرد مشاهدين للاحداث؟ يعني طول الوقت قاعدين تتفرجوا على الجيش وهو بيحارب الارهاب؟ بتعملوا ايه بالظبط في شمال سيناء؟ بالعكس، احنا كقبائل احنا معاون اساسي للقوات المسلحه، لان خد بالك البدو طول عمرهم هم الظهير الشعب الحقيقي خلف القوات المسلحه وخلف الشرطه المصريه، وده مش من النهارده، ده موجود من زمان. وهدلل لك على مؤتمر الحسنه اللي حاولت اسرائيل فيه تعمل تدويل لسيناء، وانها تعرض على البدو انها تعمل منطقه حكم ذاتي، والبدو على بكره ابيهم وقتها رفضوا وقالوا احنا مصريين ومن نسيج هذا الوطن. تمام. وما زال الشعور الوطني داخل البدو موجود، بل بالعكس احنا لما نقول ان البدو بتعاون هي بتعاون لامنها نمره واحد ثم امن الوطن، لان انا على نقطه التماس كبدوي. تمام. موجود في المنطقه. انا بس عايز شكل واحد من اشكال هذا التعاون ما بين القبائل البدويه والقوات المسلحه المصريه على ارض سيناء. قولوا لي حاجه واحده انتوا عملتوها مع الجيش كويسه. هقول لحضرتك ان في 9 مشايخ قتلوا بدم بارد من الارهاب بسبب تعاونهم مع القوات المسلحه. 9 مشايخ. 9 مشايخ في شمال سيناء. تمام. قتلوا، هم ما قتلوش كده، انا بقول استشهدوا. استشهدوا عشان مصر. وخد بالك يروح واحد بيجي 2 و3، لان المجتمع ولاد ومحدش بيرضى بالغلط. يعني هل حضراتكم مثلا في شمال سيناء كقبائل بدويه بتمدوا الجيش بمعلومات؟ طبعا ده اكيد. وانا دوري كاساسي وبعلنها على شاشات الاعلام، لاني لا اخشى لوم احد، ان احنا بنعاون قدر المستطاع، لان انا عين موجوده في المنطقه عندي وفي قطاع محدد ب4 اضلاع، اللي هيخش عندي يا اما هيكون بعلمي وانا راضي، يا اما مش ه... يا اما هيكون داخل بدون علمي، ففي الحاله دي لا لازم ادل عليه. امال العمليات الارهابيه دي بتحصل ازاي؟ العمليات الارهابيه دي بتحصل ان حصل نوع من انواع التغاضي عن بعض الامور وسلوكيات خاطئه، فزادت الجماعات اللي موجوده بالتسليح بتاعها ففاقت قوه القبائل نفسها. اها. فاصبحت هي اللي بدات تقود بالعافيه. طب وانتوا كنتوا فين يا فندم وكل ده بيحصل؟ ما انا بقول لحضرتك احنا كنا فين؟ احنا ما كانش في مجلس قومي الاول. تمام. المجلس القومي ده كان شرع بقانون سنه 67. تمام. ولم يفعل. اللي فعله سياده الرئيس. الرئيس مين؟ السيسي. عبد الفتاح السيسي. اه. تمام. طبعا رجل المخابرات ويعلم البدو ويعلم قيمتهم جيدا ويعلم دورهم الاساسي. فقرر ان يتعمل المجلس، واتعمل المجلس على اعلى مستوى. والمجلس على فكره ليه دور كبير جدا على ان في الناحيه الغربيه في عمليه مقاومه التهريب حاليا.
تمام. السلاح قل جدا بسبب التنسيق ما بين قبائل الغرب وقبائل اولاد علي اللي موجودين داخل ليبيا. تمام تمام. اذا المجلس دوره كأمن مصر مش داخلي فقط، لا داخلي وخارجي. طيب اسمح لي بسؤال اخر. معروف ان ومن البديهي يعني ان من احد اهم الحلول للقضاء على الارهاب هو تنمية سيناء. طبعا. فلما بنيجي نتكلم عن تنمية سيناء ونزرع ملايين الافدنة في سيناء ونوطن اهل الوادي في سيناء، يكون الرد الجاهز البدو هيعترضوا. البدو مش هيوافقوا على تمليك اراضي لاهل الوادي، البدو مش هيوافقوا على زراعه الارض، البدو مش هيوافقوا على التنميه. ليه حضراتكم مش هتوافقوا يعني؟ انا عايز افهم. طب انا بس عايز اصحح معلومه صغيره. اتفضل. مصر كلها مقسمه بين قبائل مصر، بين القبائل العربيه. تمام. ده مقسمه ده من زمان، من عمق التاريخ. تمام. من ايام الفتوحات الاسلاميه مصر مقسمه بين القبائل، بمعنى القبيله الفلانيه حدودها من الى بيتبعها القبيله العلانيه من الى. تمام تمام. وانا هدي لك مثل عليا انا. وانا مش انا شيخ العين السخنه. تمام. العين السخنه النهارده اتحطت على خريطه مصر، بقت توب نمره واحد سياحيا وصناعيا. تمام تمام. بل احنا لم يعترض أعداء، بالعكس ده أفادنا جدا كبدو. أنا ما عنديش النهاردة نسبة بطالة ولا نص في الألف. يعني أنا النهاردة لما أجي أخد أرض في سيناء وأديها لشباب الوادي والدلتا وأقول لهم استوطنوا هنا وزرعوا وعيشوا هنا في شمال سيناء، البدو مش هيعترض إن الأرض دي اتاخدت منهم؟ نهائي. البدوي خد بالك هو ممكن يعترض عليه لو هو عامل له مزرعة وجيت تقول هتاخدها منه تديها لواحد تاني، ده يعترض. لكن خد بالك ان سيناء دي مناطق شاسعه مفتوحه. تمام. بل بالعكس ده الناس بتتمنى، على فكره شباب سيناء ورجال سيناء وشيوخها وعواقلها بينادوا دايما الدوله يا جماعه عندنا هنا ثروات طبيعيه تعالوا استغلوها. وده ما بيحصلش. انا اللي عايز اطرح على حضرتك سؤال بس نقلب الكراسي شويه. تمام تمام. وترد عليا. احنا حاربنا ودخلنا في حروب عشان نحرر سينا. سينا بقى لها عندنا دلوقتي 41 سنة عملنا فيها ايه؟ ولا حاجة. 41 سنة سينا زي ما خلقها ربنا من ايام ادم هي دلوقتي. ده مش منطق ابدا. 30 سنة من حكم مبارك سينا لم تعمر فيها شيء نهائي. ده احنا النهارده لسه بنقول بارقة امل محور قناة السويس. وبارقة امل ان الدولة النهارده خصصت 10 مليار للتعمير داخل سيناء حاليا. تمام. اذا النهارده حضرتك واثق بس في صحة الرقم ال 10 مليار ده؟ طبعا. متأكد ان طبعا احنا محتاجين استثمارات بقد ايه في سيناء عشان نقول ها عملنا تنمية كويسة؟ انا لما اقول النهارده عايزين قد ايه انا يصعب عليا ان انا اقول لك الرقم كام لان انا مش راجل اقتصاد. ماشي. لكن انا على حدود علمي وفكري وعلى حدود الاجتماعات على المستوى السياسي اللي بتحصل حاليا فعليا بدأت العروض من أجهزة الدولة. يا أهل سيناء يا مشايخ قولوا أفكاركم، عايزين كل واحد يقول أنت عايز تعمل إيه في المنطقة بتاعتك. والكلام دون بدأ في اجتماع من أول امبارح. تمام تمام. وبدأت المشايخ تقول في اللي قال عايزين نعمل ابار عشان نزرع في المنطقه الفلانيه، قالوا امين. في اللي قال عندنا محاجر فوسفات، انا عارف محجر فوسفات، قال له امين. في اللي قال انا اعرف محجر رخام، قال له امين. تمام. وتشكلت لجنه اقتصاديه للدراسه والبت خلال 30 يوم. تمام. احنا بنتكلم على سرعه في الاداء وفي التنفيذ. تمام. عشان كده انا متفائل وبقول سينا خلال 3 4 سنين. المهم ان حضراتكم مش معترضين على التنميه في سينا ولا معترضين على توطين اهل الوادي والدلتا في سينا. مرحبين جدا. طب اقول لحضرتك، وهل البدو اعترضوا على تطوير شرم الشيخ النهارده؟ شوف عامله ازاي. طب مش هم دول مش ناس اتوطنت هناك وناس ساكنه؟ لم يعترض البدو، بالعكس. تمام. كانوا مرحبين جدا. تمام. وما زالوا، لان خد بالك التعمير انت سكنت يعني اتعمل لك مدارس، يعني اتعمل لي قبل منك، يعني اتعمل مستشفى. انا يعز عليا اسال حضرتك السؤال ده، بنسبه كام في المية انتماء المواطن البدوي لمصر؟ 100 100%.
لا انا اصل بيجي لي الاعتراضات دي ودايما يتقال لي ان انتماء البدو بدو سيناء لمصر اقل من مناطق تانية. لو بدو سيناء اقل وطنية او مشكوك في وطنيتهم سيناء ما كانتش رجعت لمصر. تمام. اخر سؤال لحضرتك. يعني انا عرفت ان حضرتك بشكل شخصي كان ليك دور في توفير معلومه ضرب الفرافره لاجهزه المخابرات، ومع ذلك حصلوا ضرب كمين الفرافره ومات ال 14 جندي مصري في كمين الفرافره. ليه ما اتاخدش معلومه حضرتك بجد؟ يعني ازاي يعني ايه اللي حصل بطب في الموضوع ده؟ انا قطاع عندي في منطقه بعيد عن سيوه. تمام. يعني مش عارفين المجموعه. انا رصدت مجموعه مسلحه وده دور الشيخ، خد بالك ده دور الشيخ، اما يرصد يقول. انا شفت مجموعه مش طبيعيه دخلت في قطاع معين، يا دوله اتصرفت. تمام. تمام. مش انا اسيبهم لما يتكتروا عندي، يبقى انا كده بساعد على الارهاب وبساعد على التخريب. الرصد ده تم قبل العمليه بقد ايه؟ بكم يوم او بكم ساعه؟ بحوالي اسبوع. يعني اسبوع المعلومه عند اجهزه الامن بس ما يعرفوش. احنا ما نعرفش رايحين فين. ان انا يعني مجموعه نزلت على بني سويف. لا تتوقع ابدا ان هم يروحوا. هم لا، الاجهزه بدات تسال وبدات تتابع، خد بالك. بس هم طلعوا من القطاع البدوي فدخلوا قطاع مدن صعب جدا تتابعه. لكن كان من الاجهزه الامنيه قالت ان خط العوده بتاعتهم هيكون من نفس الطريق، وفعلا تمام وتم القضاء عليه. يعني حتى ما اتقبضش عليهم، ده اتقتلوا على طول في ساعتها. ما هم بيضربهم ولهم احزمه ناسفه. تمام. لابسين احزمه ناسفه كلهم. يعني التعاون الامني ما بين القبائل البدويه واجهزه الامن المصريه هو تعاون بنسبه 100%. مليون في المية. تمام جدا شيخ محمد خضير، الف شكر لحضرتك. انا بس عايز اختم بحاجه. اتفضل يا فندم. مصر فيها وطنيه عاليه في كل الناس. تمام. صحيح متفاوته حسب ثقافه كل انسان، لكن لما بتكون مصر في خطر بتظهر الوطنيه كويس. بس انا عايز اقوله، مصر ياما عدت بازمات، بس هي الدوله الوحيده اللي لما بتطلع من ازمه بتطلع اقوى. ألف شكر لحضرتك شيخ محمد خضير. تاني وظيفة حضرتك من فضلك؟ المنسق العام القومي للقبائل المصرية بقطاع السويس وشيخ قبيلة العملية. ألف شكر لحضرتك. شكرا جزيلا.